اهلا بكم مشاهدينا الكرام في عدد جديد من صالح جدا. اليوم حنهضروا على واحد الظاهره ولات منتشره بزاف في المجتمع الجزائري وزرعت الرعب والخوف في نفوس المواطنين، واللي هي استعمال بعض الشباب والافراد العاب ناريه خطيره مثل السينيال والبوق في الشجارات بيناتهم. تبعوا معنا. خطيره انتشرت في المجتمع الجزائري مؤخرا واللي هي شغل يتضربوا بلي سينيال والبوق. واش رايك فهاد؟ اخويا واش نقول لك انا، هادو لي سينيال والبوق قبل ما يجوا عند الشعب عند الغاشي، شكون اللي جابهم؟ شكون اللي دخلهم؟ احنا البيت القصيد نحوسوا نفهموا شكون اللي جاب السينيال والبوق. ايه العام اللي فات قتلوا واحد في بيكور بالسينيال، هذا ولد صغير واقيل 14 ولا 15 مي ضربوه بالسينيال، ضربوه بالسينيال مات. ولاد دركا هذه اللي ما عندوش السينيال يتسمى شغل ماهوش راجل. ايه ولات ماهوش في زيار بون منجل. ورانا رايحين ورانا رايحين وين رانا رايحين؟ الوحده تاع اللي جيت تاع اللي انا واحد بيرسونال ينوضوني، الوحده تاع اللي اذا لعب مات في الاوروب يبداو يتيريو فيهم، اذا كان ضاربوا يضربوا بهم في الستاد بهم. يعني ظاهره غريبه، يعني ظاهره غريبه تخوف، بيان سور تخوف. باسكو كاين بزاف ناس مات بهذا السينيال، يعني ماتوا كاين ماتوا الاول العام اللي فات هنا في العقيبه، طفل صغير صايم 14 سنه الصيام الاولاني ديالو راه يشري المطلوع مسكين، راح ضربوا جماعه تيروا بسينيال جاتوا هنايا. مسكين كان جايز طريق، ضحيه جايز طريق، بعتين يما حرقت الكبده ديالها، تحرقت منين؟ من السينيال. يضربوا يا خو جروب كونتر جروب، يجيبوا هذا يجيب سينيال، هذا يجيبوا البواق، هذا سيوف، هذا كذا. ايه وتنوض هذه هي ضربوا به، يضربوا به في الستاد برا، وين جات يضربوا به؟ كاين من داك يتقاسوا عباد خاطيهم، يتقاسوا عباد خاطيهم وعباد اللي فيها وكاع الناس يتقاسوا، يتيري بالبوق يتقاسوا. كيف واش رايك انت في هذه؟ واش رايك هنا في الحومه عندها واحد العامين ما طفل صغير في عمره 13 سنه ضربوا بيناتهم كدا عباد، تيروا سينيال، تيروا لواحد، تيروا على واحد سينيال قتلوه مات. ما هذا يتقاس هكذا؟ راح هكذا غلط، تيروا بسينيال على واحد قاسوه في رقبته ومات. كيكونوا يتضاربوا هكذاك في اي مناسبه ولا يديروا هذوما، خصو بزاف الناس في الليل، ناس كاين واحد مريض واحد داري صغار راقدين، كاين صديرونج بزاف المشاكل نتاع يصراو يصراو غير في الليل، درك في النهار يا مي بصح اسغل جوه 9:30 10 نتاع الليل تشوف المشاكل. واحد كيرقد يرقد على زبيان ما يخاف، دوكا ولا كتسمع هكذا تقول بالك فوالا واحد مريض. قلت لك احنا في الدركانة عندنا بزاف هذا الصوت، قلت 11 تاع الليل 12 الوحده بزاف بزاف تقول ما عندهمش وقت. احنا سينيور نعرفوه يديروا البوا بركاش اليرت في وسط البحر كذا يطردقوا سينيور، دوكا السينيور راهم يديروا اليرت لهنا في الحومه يضربوا ويموت. السينيور اكثر من المحارق، البوق راهو كيف كيف يطارق. انا المشكل اللي راهو مطروح انه الدوله لازم تغلق على، تروح للبور تشوف، تروح للبور تفهم. الله يبعد البلايا. هذا ما كان واش نشري البوق والسينيال؟ نشري يا اخو نشري كي نروح للصطاد عرس كدايا نورمال ما تضاربش بها. لا 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 الله يبعد البلايا العزيز، خاطينا وخاطيهم. هذه الظاهره تاع السينيال والبوق ولات منتشره بزاف في الجزائر، ولي كونسيكونس تاعها بزاف ماشي ملاح. جو ولات ديجا شفنا هذيك واش صرا في زيغالدا، مالا جو الفالي با ميم با يخلوهم يدخلوها للجزائر هذا البوق والسينيال. هذه لا جيراسيون اللي جات جديده هذه اللي راه ما فهمنا والو، سيرتو هذوما اللي من كاني 92 وطلع، هذو اللي راهم دايرين المشايخ دوك. احنا وقتنا ما كانش هذه الامور كاع. ما ينجمش واحد كبير يقبض سينيال ويروح يضرب باش تخل الزنقه هذيك، جابها التربيه نتاع الصغر نتاع الوالدين ويشوفوا ما غرسوش فيها هذا التربيه. هذا ما كان جديد، ما كانش تكزيستي على ليبوك. انا نظن هاد الظاهره هادية لازم تتحارب بطريقه ماشي غير قانونيه، صدر لهنا سي الدور تاع ليطه هي اللي تحبسهم ابار ليطا. ونظن عندنا ثقة تامة في الأمن الجزائري، لازم والديهم ثاني كيسقوا عليهم، سيرتو الوالدين لازم يربوا، الوالدين لعبوا دور كبير. ظاهرة يا خويا العزيز ما قدرنا لهاش، لا إله إلا الله محمد رسول الله، والله العظيم ولينا احنا كبار الله يبارك هكذا في السن تاعنا، ولينا نرهبوا هاد الناس هاد الدراري هادو. تحكم بوق تيري على واحد ولا تيري على واحد ما كانش منها هاد. اي بيان سور ما في لي ستاد وما منعوها ما يدخلوهمش خويا.
كان الناس اللي مات بهم كان واحد قبولوا عينه واحد وليد حبيبنا وجارنا وخونا ايبا عينه راحت بالبوق بالبوق ايه طالع في الدرج طالع في الدرج شعل عليه واحد رماه له ديريكت مول الوجه هذيك ماهيش كيستيون تاع دبزه ولا احنا رانا نهضروا لعبه لا باش ولا هذه ضربوا بها بالبوق بشير دوك صلي على النبي دوك المهم الحادث صرا بالبوق دوك يدك لعبه ولا اغريسيون كيف كيف ديجا مام دي فوا فلي كوكتا تشوفهم بالبوق هذوك من بعد يطيشوا يرماه ما في الكوكتا تاع العراس تشوف هذوك العفايس ماشي غير فوسمو والظاهر هذه كما قلت لك خطيره اخو المواطن ولا كان في البلاد تاعو وراه يشوف بلي الظاهره تاع العنف هذه تكزيستي موش محمي سي كراف انا نظن انايا لازم الامن يدور يدير دي بارتيروي هكذايا واللي يحكموه حال اخر لازم كيجوس في العداله كي يجوز في العداله لا يلفو ترسيفر جيج ما لازمش يتسامح في الامور كيما هذه حومه مع حومه لو يضربوا بالبوق هذايا بوق سينيال كاين بزاف ولا دافايس جد علينا هادو ما نسكنوش نسمعوا بهم بزاف الجزائر صغير يعني العوام الاخرين هادوما اللي يبانوا وهذا البوق هذا حنا صنعناه ماناش حنا بي انديسترياليزي يعني دون دومين هذا واش كاين ديسبونيبل سينيال والبوق لو كان كاين بريسكو سينيال والبوق يجبدوه الوليد الله يرحمه في رمضان كان واقف طريق دبزه جاز عليه سينيال قتلو مات ايه الله غال ماشي كاع هو اللي كان يضار خاطيه الوليد راح يشري مسكين راح يشري رمضان راح ما يشري ولا كان ماشي محمي المواطن ما في الاخر ما يخرجش من الدار يولي صافي يتخبى ما يروح الشغل تاعو ما يروح خلاص سي بون دانيير مو هذيك الضربه تاع زيرال دايس معنا بها هذيك ماتو سبع ايه ماتو سبع ربي يرحمهم ايه نورمالمون ما يكونش هكذاك نحوسوا من الدوله تحبس هاد الناس اللي راهم يجيبوهم شكون اللي راهم يجيبوهم راهم يجيبوا دي كونتينر ماشي قال كابا ولا قفه ولا الى بارتيان ليتا دونكيتي دون سو سونس اي دو فير سو كيليا افير داشومي سي ريسبونسابيلتي هذا هو والحديث قياس خويا العزيز والحديث قياس هذا ما كان رانا نحوسوا على لا فويت هذه منين راهي تجي يعني فويت باش يدخل البوق اللي هنا للجزائر يعني فويت ما ماشي يجي من جابون ولا يجي من لاشين هكذاك ديريكت الجزائر ماهيش قربي ولا اضرب سينيال اضرب في الصاد اضرب سينيال في الاخر ضرب سينيال نورمالمون لا تسمى البوق هذا دوك الدوله هي اللي تدير حل باش تحب السينيال والبوق الدوله هي اللي تدير حل ما كان حتى واحد اللي يدير حل من لي باكون للباكون بات 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 بالبوق والله غير كم تسمع غير ضربوا يضربوا به وتسمع غير نسوا الدراري يعيطوا مساكن انت تقول راه يسوى زوج دور الوحده واقيلا توسي 180 ولا 150 ولا